يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قصص الصادقين. أفضل العبادة. في إحدى أيام الصيف الحار، كان أحد العباد والزهاد يتخطى من ظلال مزارع المدينة المنورة. كان الهواء حاراً جداً، حتى أن قلة من الناس كانوا يخرجون من بيوتهم. أما الرجل العابد فقد تفاجأ حينما رأى رجلاً آخر يعمل في أحد المزارع بجد واجتهاد. فقال الرجل العابد في نفسه: هل إن المال له هذه القيمة الكبيرة بحيث يجبر هذا الرجل على الخروج للعمل في هذا الحر الشديد؟ فقرر أن يتوجه إليه وينصحه لكي لا يتعب نفسه من أجل المال بهذا الشكل العجيب. وحينما تقدم الرجل العابد قليلا تعجب كل العجب حينما رأى أن الرجل الذي يعمل في المزرعة هو الإمام محمد الباقر عليه السلام. وكان العابد يعلم أن الإمام الباقر هو قائد الشيعة وأكبر شخصية محترمة في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فتقدم قليلا حتى وصل إلى الإمام الباقر عليه السلام فسلم عليه. فتوقف الإمام عن العمل ورد عليه التحية والسلام ومسح العرق عن جبينه. فقال الرجل العابد للإمام: إنك من كبار شخصيات قريش، فلماذا تتعب نفسك كل هذا التعب من أجل الدنيا ومالها؟ وليس مناسبا لإمام الشيعة وقائدهم أن يعمل ويجهد نفسه في مثل هذا الجو الحار، فهل أن قيمة الدنيا بهذا المقدار عندك؟ وماذا ستجيب ربك إن مت وأنت على هذه الحالة؟ فنظر الإمام الباقر عليه السلام إلى الرجل العابد وقال: إن مت على هذه الحالة فقد فزت فوزا كبيرا، لأنني سأموت وأنا في حال العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، فأنا أبذل جهدي وأسعى في طلب الرزق الحلال. فتعجب الرجل العابد من قول الإمام عليه السلام فسأله وقال: وهل إن العمل لكسب المال عبادة؟ فأجابه الإمام الباقر: نعم، هو طاعة لله. وهل تظن أيها الرجل أن إطاعة الله وعبادته هي الصلاة والصوم فقط؟ كلا، فالأمر ليس كذلك،
وأنا مثلي مثل الآخرين. يجب أن أسعى وأبذل جهدي وأعمل لكي لا أكون بحاجة للآخرين، ولذا فإنك ترى أن عملي وسعي هو إطاعة لأمر الله وليس عبادة للدنيا والمال. فرأى الرجل العابد الصدق في كلام الإمام الباقر ولم يعد له جواب، فقال للإمام بخجل: سامحني يا ابن رسول الله، لقد أردت أن أنصحك، ولكنني تأكدت بأنني أنا المحتاج إلى النصيحة، وقد تعلمت اليوم درسا لن أنساه طيلة حياتي.